عايز اعرف لو هو مش هجوم على الدولة، يعني حضرتك ما احنا قلنا مش تسميه ايه؟ الدولة يا فندم. معلش انا استأذنكم، معلش عايزة اتكلم عشان بحب اركز في كلامي، محدش يقاطعك. انا سيبوها يا جماعة، عشان انا زي ما كل واحد خد حقه في انه يتكلم محدش يقاطع. يعني البيان انا عايزة بس اقول بعض الكلمات مش الجمل. فيه بيقول لك على مشهد بائس من تاريخ الوطن اغلق الباب الترشح للانتخابات الرئاسية، وان هي تكتل 25 30 بذل على مدار العامين، طبعا نحذر من الاستمرار على هذا المنهج. انا بالنسبه كمواطنه مش كنائبه، انا بعتبره تحريض. انا بعتبره صيغه تحريضيه في الوقت. على مين كده؟ احنا كده اتخضينا كده والله. لا ليه مش هخلص بعد اذنك؟ اتخضينا والله مع النائبه كده. لا ما تتخضش ولا حاجه، لسه جاي. ما حدش قطعك وانت بتتكلم. يعني ايه تحريض يا فندم؟ طب حضرتك حد علق عليا بعد ما اخلص؟ بعد ما اخلص علق زي ما انت عايز. انا ما علقتش عليك ولا كلمت معاك. المفروض ان حضرتك تتقبل الراي الاخر ولا مش هتتقبله؟ معالي النائبه لما تقول لنائب زميل ونواب زينا ان احنا بنتحرض. انا رايي حضرتك هو ده بقى الارتباك السياسي اللي احنا فيه. لا بص، هو ده اللي قدم لنا هذا المشهد. على فكره هو ده اللي قدم لنا هذا المشهد. الصوت العالي مش معانا. صوتي عالي يا باشا، مفيش صوت عالي ولا بتاع. بس خليني اخلص كلامي. انا اخلص كلامي، انا ما قطعتكش، انا مش بتاعت اقطع حد، انا بسمع واجاوب. انت حضرتك معترض ان هي تاخد حقها في ابداء رايها؟ انا ده رايي، لكن ما تتهمناش التمسك. انا حره، حر رايي. حضرتك ابقى رد عليها. انا رايي حضرتك ابقى رد عليها. انا خليني أقول كلام. أنا بعتبره دي صيغة تحريضية في الوقت. إحنا شايفين كم المؤامرة الخارجية والداخلية داخل البلد، والحرب والاستشهاد بتوع جنودنا، واللي واقفين على خط النار، واللي بيتقتلوا واللي بيموتوا، والحرب الاقتصادية اللي إحنا محاصرين فيها من الخارج. أنا بلف العالم الخارج. بلد بلد وين الداخل كويس، وأبص ألاقي إن أنا أكمم الأفواه وعايزة أغمي العيون ضد تحديث الجيش، ضد استرداد مصر المكانة الأفريقية الأخيرة، ضد ارتفاع معدل النمو 5% في نهاية 2018، ضد القضاء على 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 وباء فيروس سي، ضد زيادة مخصص التمويل ل 50 جنيه، زيادة المستفيدين من المعاش ل 4.5 مليون مواطن، لزيادة المعاشات 5%، زيادة المرتبات من 80 مليار ل 230 مليار، ارتفاع عدد المستشفيات الحكومية ل 108 مستشفى، إنشاء 9 جامعات حكومية، 10,000 معلم كوادر تأهيلية للتعليم، زيادة إيه؟ بعد إذنك أما أخلص. أما أخلص اكتب عندك على مش حاسمة. زيادة الفصول ل 21,000 فصل. نسبة التمثيل المرأة في البرلمان ل 15% والحكومة ل 20%، الأكاديمية العليا للتدريب وتأهيل الشباب، المدينة الصناعية محور قناة السويس، ازدواج قناة السويس والأنفاق أسفلها، اختفاء ظاهرة عوارب الموت والغيرها الهجرة الغير شرعية اللي أنا أصلا نائبة المصريين في الخارج ومتابعة ده، انتهاء 11,000 مشروع ب 2 تريليون جنيه، الجلود والأساس بدميات المدينة والمزارع السمكية، والحرب اللي احنا بنتحاربها واللي احنا واصلين لها، واكمم الافواه واقفل العيون واقول ايه الكلمات الكبيره انا بعتبرها التحريضيه، وابص الاقي حضرتك تقول ايه اصل ما فيش اجواء صحيه. فده احنا عندنا 104 حزب يا فندم، 104 حزب، كل حزب فيه احزاب كبيره جدا ما اهلوش نفسهم الاربع سنين ان يطلعوا منهم رئيس. هل هنا حضرتك يا سي اهلا وسهلا الصندوق يعني هو اللي يحكم يعني. هل الصندوق حكم ان هو يا فندم يمنع واحد مرشح اوراقه كامله ان هو ينزل بدل ما نقعد مكلمه واقعد اتكلم واقعد اعارض اذا انا موجود؟ نزل امتى بقى؟ ما احنا حضرتك ينزل زي ما ينزل من اربع سنين ما نزلتوش. انت ليه بتقولي بتمثلي انا بتكلم حضرتك في الخارج؟ سمعتنا بقت ازاي؟ لا سمعتنا زي الفل. محدش يقدر يجيب من طريقه الترشيح دي. ساليهم كده طريقه الترشيح ليه؟ ساليهم بس ساليهم. طب في حد حضرتك جاب اوراقه كامله سليمه وقدمها وقلنا له لا؟ واحد قال شكرا انا معتذر، الثاني قال لا انا ما كملتش التوكيلات بتاعتي خلاص انا منسحب. يا بليد يا بليد، انت بليد، انت ما كملتش معاك الاوراق بتاعتك، والثاني سايب نفسه وماليش دعوه المؤسسه العسكريه وعمل نفسه بطل جاي من امريكا وحسب الورق مع احترام الكامل ليه. هو بطل. معلش بطل. وجاي هو بيكسر اللي هو المفروض رول موديل للقياده العسكريه، سايب الاذن بتاع القياده العسكريه والقوانين بتاعتهم ورايح يقدم للامام سر، خد التوجيهات عشان ينزل الانتخابات الرئاسيه. دي مصر، ده رئيس اركان حرب القوات المسلحه ياخد التوجيهات. ده حضرتك 104 مليون رئيس اركان الحرب قبل رجالها يقرقشوها.
خير كلهم سايبين ايران وصنافير اتكلموا لما قالوا يا بس لكن مين اللي قال بس ايه ده احنا تهاجمنا بطريقه متهاجمه خليها تقول رايها ده ما سمعوش الناس اللي جايبينهم تحت ما سمعوش الناس اللي جايبينهم انا هخليك تقول اللي انت عايزه انا حضرتك بتتكلم انت بتغرش عليا هي في النهايه ما بغرش عليك بس بتقول كلام مش في مكانه مكانه ايه امال هو المكان مش في مكانه يا جماعه انتوا عايزين تقلبوا البلد نقلب البلد اه ولا بقى التهم الجاهزه المعلبه وجنيهك بص حضرتك انا عايز اقول لك احنا واحنا ما اعرفش ارهابيين واحنا كل ده وممولين والتهم الجاهزه انا عايز اقول حاجه انا اعارض في موضوع هل انا في مواقف مثلا في وزارات معينه بعارض فيها بروح بيكون عندي مثلا طلب احاطه بيكون عندي موضوع بيكون عندي حاجه بروح صح ولا انا غلطانه بروح اللجان المختلفه وبناقش فيها في وزاره التعليم كان ليا نقطه خلاف مع وزير ما كان في مع وزيره الهجره برضو نقطه خلاف وزير ما بس انا اغير المنظومه كلها علشان في ممكن حاجه ممكن فيها ان انا كدور نائب مشرع ورقابي اغير فيها لكن اعمل عمليه للشعب واكلم الشعب الكلمات الكبيره الجباره دي اللي هي تقلب ناس او اعتبرها تحريض واحد ممكن يحرض يمين او شمال احنا بدينا حقائق هل احنا كل الحقائق دي مش بقى الفرصه لسياده النائب طلعت خليل يرد على حضرتك